السلام عليكم. قاعدة اسمها الديريفيشن للاشتقاق، القاعدة الأصعب والأطول في اللغة الإنجليزية. كثير طلاب بيقولوا لنا أستاذ اشرحها بصوتك وروقان. أول إشي في إشي اسمه أدفيرب برمز له ADV، معنى الأدفيرب ظرف أو حال، ودائما الظرف يصف الفعل. كيف شكل الظرف؟ هو أي كلمة انتهت بالواي، لو شطبنا الواي منها صارت الكلمة صفة. رقم 2 فيرب فعل، رمزها حرف الفي. في ملاحظة بتحكي لا يوجد جملة باللغة الإنجليزية بدون فعل. ما هي مقاطع الفعل؟ مقاطع الفعل I, S, E, I, Z, E, I, D, E, I, F, Y والنسوان أتن. شو يعني أتن؟ A, T, E, E, N. إذا ما لقينا هذول المقاطع الستة I, S, E, I, Z, E, I, D, E, I, F, Y بكون الفعل الأقل حروف. الأدجكتيف صفة رمزها A, D, G. دائما الصفة تصف الموصوف، يعني تصف الاسم. نبلش بمقاطع الصفة، الأشهر E-D-I-N-G، الأقرط S-H-F، بعيد عنكم الحيوان إبل، بوكل أبل، بقول لك أنا اتخذت قراري A-R-A-R-Y، والخليلي اسمه أوس، بحكي قال أنت وأنت فلس. طيب جينا للحالة الأخيرة اللي هي حالة الناون الاسم اللي برمزوا له بالرمز N. الاسم بحب، شو بحب؟ الأيون، بعدين حرف الـ R E R O R U R E، بعدين في شاب اسمه أنس بقول لصاحبته انسي، شو أنسى؟ دم شب هود، بعدين قال كلمة زنخة من تست تي تي اتش، وركزوا على وجود حرف التي من حرف التي، آخر إشي است حرف التي في النص، اي تي واي حرف التي في الوسط، وتي اتش سوري اس حرف التي اخر شيء. بعتت نسج، شو بعتت؟ نسج بدون اسم اسمه اي سي اس دي جي اي. طيب عرفت مقاطع الاشتقاقات، هسه بدنا ناخذ قواعد الاشتقاقات. القاعده الاولى، اذا الفراغ بعديه في صفه قبل الصفه الواي، اذا الفراغ بعديه اسم قبل الاسم صفه، اذا الفراغ بعديه فعل قبل الفعل اسم. 4 إذا الفراغ بأول الجملة وبعده فاصل الحل الواي. 5 البي أم إز آر واز وير، إذا بعد الفراغ أي إن جي أو فيرب 3 الحل الواي. الدو دو داز ديد، إذا بعد الفراغ فيرب 1 الحل الواي. هاف هاز هاد، بعد الفراغ فيرب 3 الحل الواي. والمودرز كانوا كدوا ولوا ودوا شلوا شدوا مي وماي تو ماست، بعد الفراغ فيرب 1 الحل الواي. اطلع حل رقم 6 تو دو مودلز يو، هاي الحالات كلها بعديها فيرب. جينا حالة رقم 7 البي، شو هم البي؟ ام از ار واز وير، قبليهم ناون بعديهم ادجكتيف، في ثلاث كلمات معناهم كثير تو فيري سو، اذا قبل الفراغ بي الحل ادجكتيف، ما في بي الحل الواي. حالات المقارنه بالانجليزي ثلاث حالات، الحاله الاولى از از مقارنه متساويه، الحاله الثانيه مور وليس دان، والحاله الثالثه ذا موست تو ذا ليست. هذول اذا قبلهم بي الحل ادجكتيف، اذا ما في بي الحل الواي. الان اماكن الاسماء، يلا ان this office any one has than، يلا نحكيه مره ثانيه in this office any one has than. ان بقصد فيه حرف الجر، بعد حرف الجر اسم، this ادوات الاشاره بعديها اسم، الاوف والاس اس الملكيه قبليهم اسم بعديهم اسم، الاني المحددات بعديها اسم، والون اي رقم بالدنيا بعديه اسم، الهز ضمائر الملكيه بعديهم اسم، الذا والآ والآن بعديهم اسم. الان بيسال الطالب استاذ عرفات شو هي ضمائر الملكيه باللغه الانجليزيه؟ هيهم ماي معناها حرف الياء، اور نا، هز حرف الهاء، هير ها، يور كا او كي، ذير هم، والاتس ها او هي. ادوات الاشاره ذس للمفرد القريب، الذات للمفرد البعيد، الذيس للجمع القريب، والذوس للجمع البعيد. شو هم اعرف الجر بالانجليزي؟ ان اون سوري ان انتو اون انتو و فور وذ وذاوت باي اندر فيهم حرف البي بيسايد بيلو بيهايند بتوين. المحددات باللغه الانجليزيه اللي هم افيو وفيو ليتل واليتل ماتش وماني سيفرال والوت وايتش وافري واول وهول ونن. طبعا هذا هيك صوره عامه عن لوح، هاي هي جميع قواعد الاشتقاقات بطريقة عرفاتية بتجنن لكل الأجيال 2007-2008. ربنا يوفقكم وقولوا يا رب.